توفي مالك لبيتين، بيت في الغرب عيش فيه الزوجة والأولاد، بيت في الشرق بجوار والده ووالده، كيف يتم تقسيم التركة؟ الأسرة في الغربة ليس لها بيت آخر، نعمل إيه؟ هل يتم تقييم البيتين بعملة واحدة وبيع الآخر اللي في الخارج لإعطاء الوالدين ما تبقى من حقهما في صورة أموال، أم أن هذا ليس بحق؟ أقول له اسمع يا ولدي القاعدة وتطبيقها إليك، إذا مات الميت فكل ما تركه ميراث يقسم بين ورثته على كتاب الله عز وجل بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا. تحقيق ذلك عمليا مرده إلى تراضي الورثة وإلى طيب نفوسهم، سواء تراضوا على أساس التقسيم العيني للعقارات أم بتمضيضها تحويلها إلى مال سائل وتقسيم ثمنها، فأيما أمر اتفقوا عليه وطابت به نفوسهم فلا حرج في ذلك. قاعدة محكمة شرعا تطبيقها اجتهاد بشري. القاعدة أن يقسم مال المتوفى على ورثته على وفاق كتاب الله بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا. نحول هذا إلى بلان أوف أكشن، إلى برنامج عملي. هذه قضية نقول للورثة ائتمروا بينكم بمعروف، والضعيف أمير الركب،